الآن ينضم إلينا من بغداد مراسلنا الزميل علي عبد الكريم. علي، أهلا بك. علي، يعني بعد إغلاق صناديق الاقتراع وكذلك المؤتمر الصحفي للمفوضية والتي أجلت إعلان النسب المشاركة، كيف هي الأجواء بداية في بغداد بعد إغلاق الصناديق، وأيضا إذ كانت لديك ربما من نتائج أو معلومات مسربة عن نسب المشاركة؟ تفضل. يعني بعد يوم طويل من الاقتراع العام انتهى موعد الاقتراع وانتهى يوم الاقتراع دون أي خروقات أمنية تذكر عدا بعض الحوادث التي وضحتها خلية الإعلام الأمني. أما المفوضية فكل الأمور كانت على ما يرام، حدثت بعض العراقيل هنا أو هناك، توقفت بعض الأجهزة، لكن بسرعة كبيرة تم معالجة الأمر. يعني الأمور بصورة طبيعية هي كانت على ما يرام، لكن التحدي الأبرز كان بمشاركة الناخبين، حيث رغم الدعوات الكبيرة التي دعت إليها المرجعية العليا إضافة إلى الشيوخ العشائر شيوخ الدين، لكن بصورة عامة لم تكن بالمستوى المطلوب، وهذا الموضوع ربما سيغير الكثير بالفترة القادمة. وأيضا يعني يتخوف بعض المراقبين والمحللين في ظل هذه المشاركة أن تعود الوجوه ويكون المشاركين هم فقط جماهير الأحزاب، هذا ما يتخوف منه المحللين والذين يريدون التغيير بالفترة القادمة. لكن بصورة عامة كل الأمور إيجابية كانت بما يخص التصويت. أيضا نشاهد اليوم يعني في بغداد بانتظار نتائج الانتخابات الأحزاب الكبيرة إضافة إلى المرشحين، الكل في بغداد الآن هم بانتظار نتائج الاقتراع. أما المفوضية الآن فيعني إلى غاية الآن هناك عملية تعد وفرز في عدد من مكاتب المفوضية إضافة إلى مراكز الاقتراع في بغداد من أجل مطابقة النتائج والخروج بنتائج نهائية دون يعني أي تزوير ودون أي شيء. لغاية الآن كل الأمور طيبة بحسب ما تحدثت به المفوضية، ونحن وإياكم بانتظار النتائج النهائية. نعم، شكرا علي. إذن أذهب إلى الزميل أحمد ناجي من الفلوجة أيضا بنفس السؤال. زميلي أحمد، يعني ضعني في آخر التطورات بعد إغلاق صناديق الاقتراع، كيف هو الوضع الآن أيضا إذ كانت لديك ربما من نتائج أولية عن نسب المشاركة في الفلوجة؟ يعني طبعا ما انتهت عملية الاقتراع العام في الساعة 6 من مساء هذا اليوم، يعني باشر موظفو المفوضية بعملية العد والفرز اليدوي لاختيار محطة عشوائية واحدة من كل مركز انتخابي. بالنسبة للمركز الانتخابي الذي كنا متواجدين فيه كانت يعني نسب يعني العد والفرز مطابقة للنسب الإلكترونية 100%. يعني سارت عملية الاقتراع بسلاسة وانسيابية تامة، لا كانت يعني الطرق مفتوحة أمام يعني أمام الناخبين وتوجهوا إلى مراكز الاقتراع، لا توجد هناك يعني أي خروقات بالنسبة لل، لا توجد هناك حتى خروقات أمنية. اليوم كانت العملية الانتخابية تسير بشكل سلس. الآن بدأ الترقب لإعلان نتائج الانتخابات التي أعلنت عنها مفوضية الانتخابات بأنها ستعلن خلال 24 ساعة المقبلة. يعني وكذلك كمان يعني عند انتهاء عملية الاقتراع العام في الساعة 6 من مساء هذا اليوم بدأت قوات العمليات المشتركة والمتضمنة من قوات الجيش العراقي بفرض طوق أمني كبير على مراكز الاقتراع لتأمين يعني صناديق الاقتراع ويعني منع يعني التلاعب بها. يعني هذه العملية وهذه الإجراءات بعثت رسائل اطمئنان لأهالي محافظة الأنبار، على الرغم من أنها يعني نسب المشاركة لم تكن مرضية، على الرغم من أن محافظة الأنبار هي المحافظة حسب النسب الأولية التي أعلنت مساء اليوم. يعني محافظة الأنبار كانت هي بالمركز الثالث بعد محافظة ديالى وصلاح الدين، لكن هذه النسب هي التي لم تتجاوز 23% في محافظة الأنبار، لم تكن مرضية ولم تكن يعني مرضية لطموحات أهالي محافظة الأنبار الذين يطمحون للتغيير ويطمحون لأن
يعني انتخاب رجال اكفاء يعني قادرين على انتشار محافظتهم من الواقع الذي يعيشونه واستحصال حقوقهم، وخاصه ان اصحاب يعني الدور المهدمه ينتظرون وذوي المغيبين ينتظرون، وهناك الكثير من الملفات التي لا تزال عالقه هنا في محافظه الانبار. نحن يعني نرى ان المواطنين هنا في محافظه الانبار يترقبون اعلان النتائج وكذلك نسب المشاركة التي لم تعلن حتى الآن، فإعلان النتائج يمثل يعني ربما يكون هناك تغيير يعني تغيير في هذه في عموم العراق، ليس في محافظة الأنبار بشكل عام، لأن هذه الانتخابات هي انتخابات مصيرية، وهي انتخابات يعني كان ينتظرها العراقيون منذ وقت طويل، هي يعني أهم انتخابات بعد عام 2003 بالتأكيد، وأن يعني مدينة الفلوجة اليوم مثلها 39 مرشحا عنها يعني لاختيار 4 مرشحين فقط، 3 من الرجال ومرشحة من النساء. هؤلاء الأربع مرشحون ربما يعني يكون لهم الدور الكبير بانتشال مدينة الفلوجة وتوفير ما يطمح إليه هنا المواطن الفلوجي خاصة على وجه الخصوص ومحافظة الأنبار بشكل عام. نعم أحمد، شكرا لك. أذهب إلى موفدنا، إلى نينوى، الزميل بشير الحسن. بشير، حدثني عن تفصيلات إجراء عملية الاقتراع في نينوى أمنيا فنيا، وكما ذكرت في الساعات القليلة الماضية بأن نسبة المشاركة كانت قليلة، في الساعات الأخيرة أيضا بقيت قليلة أم ربما زادت؟ حدثني عن تفاصيل هذه الأمور، تفضل. بداية أهلا أسيل، يعني نازلنا أسيل متواجدين منذ الساعة 7 صباحا إلى حد هذه اللحظة، انتشار أمني كثيف في مدينة الموصل، في داخل مدينة الموصل وأيضا في محيط مدينة الموصل، في هذا المركز الانتخابي المخصص للتغطيات الإعلامية لا زالت الأجهزة الأمنية متواجدة، وأيضا موظفي الاقتراع لا زالوا متواجدين في هذا المركز لعمليات العدوى الفرز لصناديق الاقتراع، وأيضا يعني في بقية يعني أغطية ونواحي مدينة أم الربيعين ستنقل هذه الصناديق إلى أماكن يعني مخصصة لها في هنا في الموصل. حقيقة يعني سودد إلى الآن يعني فوضية الانتخابات لم تعلن النسبة، فقط أعلنت نسبة واحدة هي 17%، ونسبة قليلة بانتظار يعني انتهاء العدوى الفرز، وبعد ذلك يعني ستوافي الأجهزة الصحفية والإعلامية في مدينة الموصل بالنسب تباعا، يعني فقط النسبة التي أعلنتها هي 17% إلى الآن، وهي نسبة تكاد تكون يعني ضعيفة بالقياس إلى يعني بحدود أكثر من 2.5 مليون ناخب من أهالي الموصل يعني كان يحق لهم الاشتراك في هذه الانتخابات. عموما يعني 34 مقعد لأهالي الموصل تنافس عليها أكثر من 423 مرشح، من ضمنهم يعني من ضمن هذه المقاعد 34 8 للنساء و3 للكوتا. يعني جرت عملية الاقتراع في مدينة الموصل وفق طوق أمني كبير من شرطة نينوى وأيضا من الجيش العراقي وبقية الأجهزة الأمنية. كانت هناك انسيابية كبيرة حقيقة، يعني المواطن الموصلي يعني عندما يأتي إلى مراكز الاقتراع كان هناك يعني مرتاح لهذه الإجراءات الأمنية، لم يحصل أي خرق أمني، ولكن كانت هناك خروقات في بعض المراكز، أكثر من 160 يعني جهاز يعني عاطل في تقريبا أكثر من 6 إلى 7 مركز اقتراع في مدينة الموصل. أيسر الموصل أسيل بالنسبة للعدد المشاركين كان ضعيف، بينما في الموصل القديمة وأيسر و المدينة القديمة والساحل الأيمن منها كانت النسبة كبيرة أكثر من يعني الساحل الأيسر. عموما يعني هذه الانتخابات حقيقة يعني انتخابات مفصلية في تاريخ العراق، كان يتأمل فيها المواطن الموصلي أن تكون هناك يعني تغييرات جذرية، تكون هناك يعني مشاركة فعلية من قبل
يعني آلاف من المواطنين لم يأتوا إلى هذه الانتخابات. مدينة الموصل تعاني الآن يعني مشاكل عديدة، مشاكل في البنى التحتية، ملفات عديدة، ملف التعويضات، المغيبين، تحتاج إلى تغيير وجوه والاتيان بوجوه جديدة تأخذ بهذه المدينة العريقة وهذه المدينة الأثرية إلى يعني بر الأمان، وخصوصا يعني تعرضت منذ عام 2014 إلى يعني هجمة شرسة من قبل تنظيم داعش، وخراب والدمار واضح في مدينة الموصل. واضح. إذن شكرا جزيلا لك بشير الحسن مفدنا إلى نينوى، وأيضا الشكر موصول للزميل علي عبد الكريم من بغداد وأحمد ناجي من الفلوجة. شكرا جزيلا لكم على جهودكم. شكرا.